السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي تشوف ازاي نرسم ماس في برنامج فيكتور ووركس. اجي هنا في الستارت بلاننج واقول له انا عايز ارسم ماسنج، اجيب لي السترنج دي هتساعدني في الرسم بحيث ان هو يقدر يعمل تجاذب مع الخطوط دي. بيديني ادوات ان انا ارسم بيها زي ان انا ارسم خط الكورنر، ان انا ارسم فيرتكس موديل وهكذا، وبيديني هنا ان انا احدد الريديوس بتاعي، وبيديني الخصائص ودي نقدر نعدل فيها اول ما ارسم شكل مفيش مشكله. طيب انا هرسم شكل مثلا بالشكل دوت اهو، مثلا هنا وهنا وبعد كده هنا، الشكل هو اترسم معاك. تقدر تيجي تعمل سيلكت الشكل هتلاقي هو حاطط لك نقطه هنا، تقدر تدوس عليها مرتين تبدا النقط كلها تظهر في كل مكان، وتقدر تسحب بالشكل دوت اهوت اهوت، تقدر تعدل حتى من الارقام زي ما انت عايز. طبعا عشان نشوف الشكل ده في 3D هو الاورثو جرافيك، وادوس كنترول وابدا احرك الشكل معايا. لو هو مش معمول رندر بالشكل دوت تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز اوبن جي ال، لان الواير فريم بيبقى بالشكل دوت، فانت ممكن تقول له لا انا عايز اوبن جي ال، وتبدا بقى تعدل في الخصائص بتاعته اكس واي وزد، وموقف على اللير الروتيشن بتاعه، شو امبلانت كروف ولا الفوت برنت هو اللي يتشاف 2D، الليبل اللي اتحط عليه ولا نحط مثلا الاريا، مثلا الروف بدل ما تبقى مثلا ممكن تخليها 2، الثيكنس بتاع الروف هيبقى عايزه قد ايه، الروف كلاس تقدر تختار اللي يظهر فيه، تقدر تشوف السلاب سيكنس قد ايه وهكذا. فتقدر تعدل الشكل بتاع الماس بتاعك.